السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدي الكرام ومع لطيفة جديدة من لطائف القرآن الكريم. معكم كما تعودنا ضيف دائم على هذا البرنامج، صلى الله يبارك فيه، دكتور محمد كحيلة، أستاذ القراءات وعلومها. سيدنا منور، ده نور حضرتك. سؤال يا سيدنا. ايوه أمسك مصحف الأزهر مثلا، ايوه ألاقي فيه علامات وقف. نعم. أمسك مصحف المدينة ألاقي فعلا فيه علامات وقف مختلفة. أمسك مصحف الشمالي ألاقي عليه علامات وقف مختلفة. أمسك مصحف مثلا المغاربة ألاقي فيه علامات مختلفة خالص، يعني أشكالها مختلفة خالص. نعم. الأشكال والمواضع. والمواضع. هل هذا علة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا وافتح لنا. بداية، اختلاف علامات الوقف ومواضعها من مصحف لمصحف أكيد له سبب. نعم. والسبب عندنا في اختلاف هذه المواضع 4 أسباب. أكيد مش أقدر أتحدث عن الأربعة الحلقة دي، ممكن أخد سبب في كل حلقة. أنا معك إن شاء الله. إن شاء الله. نبدأ بالسبب الأول. السبب الأول التفسير. نعم. اختلف التفسير بسبب اختلاف المفسرين، مثلا واحد أول تأويل والثاني أول تأويلا آخر، فاختلف. فاختلف، فمثلا لجنة المصحف الأزهر مثلا ترأت أن الوقف ده على هذا التفسير مناسب، وناس آخرين قالوا لا، نحن يتراءى لنا المعنى الثاني، ومنه اختلف الوقف. يعني لما تلاقي موضع وقف مثلا عند آية ليس موجودا في مصحف آخر، هذا تأثر بقول من المفسرين، وهذا تأثر بقول آخر وبتفسير آخر. بالمثال يتضح. نعم. وبرضو عايزين نوضح حاجة، نوضح إن من أدوات من يضع علامات الوقف والابتداء في المصحف من أدواته التفسير. طبعا أكيد، وبيرجع لكتب التفسير وكتب العلماء اللي استحسنوا الوقف أو نعم. الوصل، وبيرجع له وبيضع علامة الوقف على هذا. مثال. مثال. نعم. هي السماء بأعمدة ولا بدون أعمدة؟ بدون أعمدة. يبقى لابد أن تقف تقول الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها الله. كذلك. نعم. يبقى أنت كده لابد أن تقف حتى تظهر هذا المعنى. نعم. توقف هبطي. نعم. لكن لو قلت الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، إذن هي لها أعمدة ولكننا لكن لا هذا نراها. الله. يبقى اختلف. ده طبعا اختلف ده معنى التفسير. تاني خالص. نعم صحيح. جميل جميل. يبقى بسبب التفسير في هذا. أعطي لك مثالا آخر. قول الله تبارك وتعالى، أنا برضو أسأل حضرتك سؤال، أقول الله هو اللي بيتوفى الأنفس ولا الملائكة هي اللي تتوفى؟ الملائكة هي اللي تقوم بقبض الروح. طب ملك ممكن الموت. ما ممكن نقول الله هو اللي بيتوفى الأنفس مصداقا لقول الله 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 يتوفى يتوفى الأنفس الأنفس. حين موتها، نعم. وفي آية تانية وتتوفاهم الملائكة، تمام. إذن هم أداة، نعم. ولكن الله هو الذي يتوفى. من هنا اختلف المفسرون في قول الله تبارك وتعالى في سورة الأنفال، اقرأ الآية دي، ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا، تلاقي في مصاحفنا لا تقف، نعم. على متلان. نعم. ليه؟ قال لك لأنك فصلت بين الفعل والفاعل. أمال إيه بقى؟ ولو ترى إذ يتوفى، ولو ترى يا محمد إذ صحيح. يتوفى الملائكة الذين كفروا. نعم. يبقى الفاعل هم الملائكة. نعم. يتوفى بمن؟ الذين كفروا مفعول. نعم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة حال كونهم يضربون وجوه الذين كفروا إلى نهاية الآية. يبقى كده الملائكة ممكن تبقى مبتدا على اسمهم يضربون وجوه الذين، اي صح كده؟ على معنى اخر بقى. نعم. إيه؟ انا ولو معنى ترى تاني. اذ يتوفى الذين كفروا الله الله يتوفى. نعم. الانفس حين موتها. نعم. ثم تبدا باستئناف الملائكة مستأنف، ليست هي التي تتوفى يعني الذين كفروا. الملائكة هي التي تقبض الرب من خلال ملك الموت مثلا هو احد الملائكة. نعم. او ان المعنى هنا المقصود به ان الله يتوفى. نعم. الأنفس والملائكة يضربون وجوه الذين الله. كفروا، ده وقف هبطي. نعم. وعندنا في مصاحفنا لا تقف. نعم. يبقى ده اختلف التفسير. هي بدأت يعني ترفع من المصاحف. لا أيوة. وده في الفترة الماضية
الماضية يعني. نعم، هو طبعا ده له سبب، لكن ده وقف نحن لا نعتمد هذا الوقف يعني لا نضع أي علامة، لكن ليه وجهة، وجهة كمان طيبة جدا يعني. نعم، وده موجود في تفسير في مصاحف المغاربة. نعم، ممكن نقول مثلا آية تانية، ولكن هذه من الإسرائيليات، وطبعا الإسرائيليات لا تصدق ولا تكذب، ولهذا اختلف المفسرون فيها. هل أنزل الله ملكين اللي هم هاروت وماروت وهم الذين علموا الناس السحر البقرة، ولا هذه قصة فيها افتراء؟ وما أنزل الله على النفي، اسمع بقى، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وتقف. عشان لازم كده هما انزل على الملكين، وما انزل على النفي، هذه قصة فيها، لو قلتها تبقى ما موصولة هنا، يبقى بمعنى الذي أي يعلمون الناس السحر ويعلمون ما انزل على، وده معنيين، لها معنيين. وطبعا الآية لأنها طبعا يعني تفسيرها في إسرائيليات كثيرة، فأمرنا ألا نكذب ولا نصدق، فاختلف المفسرون فيها. لو وقفنا على ما قبل ما هتبقى ما هنا نافية، نعم. وإذا وصلنا ما هتبقى ما موصولا معنى، نعم، الذي بالضبط، يبقى المعنى هنا جميل. نعم. الإمام السيوطي أو الإمام الزركشي بداية ثم الإمام السيوطي وقف وقفة غريبة جدا في قصة البقرة، في سورة البقرة، قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول، وقف لازم، يعني قال لك حتى يثبت لها أنها كانت تثير الأرض، تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسل، إلى نهاية الآية. لكن إن وصل فهي بقرة لا ذلول ولا تثير، واختلف المفسرون فيها. الله، يعني هنا يؤدي إلى معنى، والوصل يؤدي إلى معنى آخر. والإثراء على فكرة ده مش وقوفات، حتى الوقوفات دي لا تؤدي إلى تضاد المعنى أبدا، لكنها تؤدي إلى إثراء، إثراء المعنى. يعني مثلا قول الله تبارك وتعالى، هل لو أنت مع حضرتك مليون جنيه وتصدقت بكل مالك، أو عندك جنينة مثلا وطرحت البرتقال اللهم أمين، وأخرجت كل مال، كل مالك، هل أنت مسرف ولا مش مسرف؟ اختلف المفسرون. يتوقف كمان على أنا سؤالي محدد، لو أنت مثلا عندك مثلا حديقة أخرجت زرع، ثم في يوم الحصاد أخرجت كل المال، هل ده صرف ولا لا؟ اختلف، لأنه هو في سبيل الله، ولا كمان حتى وإن كان في سبيل الله تبعية لك. فاستدلوا بقى، قال لك لو أنفقت درهم واحد في غير موضوعه هذا صرف. طبعا عندنا سيدنا ابو بكر الصديق لما لسوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا خصيصا، نعم، ده مختلف، لكنه قال لكنه قال هذا، نعم، قال خصيصا، نعم. سيدنا ابو بكر، اسمع بقى ايه، واتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا، لا تسرفوا في العطيه، نعم، اتوا، نعم، اخرجوا الزكوات ولا تسرفوا، ولا تسرفوا في العطيه، نعم. وبعضهم قال لك لا، هذا ليس مقصود من الايه، واتوا حقه يوم حصاده، خلصت، ولا تسرفوا مطلقا، على انها دي جملة تانية خالص، لا تسرفوا في لا في شرب ولا في نوم ولا في طعام، يبقى ملهاش تعلق بما قبلها، يبقى انا كده، نعم، فصلت، يبقى انا فصلت بين هذا ولا. اختلف المفسرون. ممكن اختم بآية في سورة فاطر جميلة، تفضل، إليه يصعد الكلم الطيب، إلى الله يصعد الكلم الطيب، قال المفسرون هي كلمة التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب هل ترفع هذه الكلمة دون عمل؟ الكلم بس ولا الكلم المصاحب لعمل؟ ما هو ربنا دايما يقول إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، نعم. فأنت لو قلت إليه يصعد الكلم الطيب، يبقى أنت بتقول أن الكلمة الطيبة اللي هي كلمة التوحيد تكفي، تمام. ثم تقول والعمل الصالح يرفعه، العمل الذي يعني فيه ابتغاء وجه الله يكون مين؟ مرفوع، نعم. البعض قال لا ويرفعه، دي ممكن تعود على ايه؟ الكلم الطيب، نعم. قال لك بعضهم قال لك لا، إليه يصعد الكلم الطيب، لا، قال لك العمل الصالح يرفع بالكلم الطيب. الله، ما هو كده ربطنا كده كده بقى ليها تعلق، فكأنه لا طاعة مقبولة إلا بالإيمان،
الإيمان والتوحيد، عمل وإيمان، نعم، ليس قولا فقط، نعم، وإنما قول وعمل، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فتجد مصاحف تضع هنا وتجد مصاحف أخرى لا تضع على مثل الوقف. يبقى أول أول شيء بسبب اختلاف اختلاف التفسير، يبقى أول حاجة التفسير، نعم. يعني في السبب الثاني بقى عشان نبدأ به الحلقة القادمة لشوق يعني مشاهدينا الكرام، التقدير أو التقادير أو الإعراب، بسبب الإعراب واختلاف الإعراب والتقدير، وبعد ذلك اللغة. أيوة. وطبعا دول الاثنين من يعني من أدوات، نعم، إحنا ممكن، نعم، إحنا هنمسك اللغة في أول شيء فيها التقدير، اختلاف التقدير. أبشر شكرا شديد الكرام، يعني انتظرونا في الكلام عن التقدير وسبب الخاص باللغة العربية في وقوفات المصحف. تكلمنا عن التفسير وكلام المفسرين، هنتكلم عن كلام علماء اللغة في الوقوفات. بشكر في الحلقة ضيفي اللي مشرفني دايما دكتور محمد كحيلة، ونتعلم منه الكثير، أستاذ القراءات وعلومها. سيدنا إن شاء الله في الحلقة القادمة، والمشاهدين الكرام منتظرين الكلام عن التقدير. الله يعزك، شكرا. المشاهدين الكرام، في هذا القدر الكفاية لمن أراد الله له الهداية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.